عرفتش قد ايه حتى الشام كتير غريب بالاصحاب بصراحه الشام رايق راعين مخرجة ومنتجة درست في مونتريال ونيويورك عمرها 25 سنة بتحب الكتابة والمدن والسفر خاصة على المدن وهي دائما تبحث عن التحرر الذهني عم بتشوف هالأيام كتير زواجات مختلطة بين مسيحيين ومسلمين وهي مع أنها بتتفهم إنه الأردن بلد مسلم مش فاهمة ليش الفصل بين الاثنين في كل العالم في ناس بتجوزوا بعض مسيحيين مسلم إيش مكان من البلاد يعني different countries وكل محل ما في مشاكل فإحنا هون العرب شوية إنه مش متقبلين الموضوع كثير ماخدينها إنه ما بزبط المسيح والمسلم وهذا الحكي مش صح أبداً هلا هو بظن احنا عشان عنا عند العرب انه كثير الدين داخل بالثقافه مثلا الحجاب ما بتعرف اذا الحجاب هو من ثقافتنا او من ديننا او جرائم الشرف ما بتعرف اذا هذا جاي من دين ولا من ثقافه ليش البنات ما بيطلعوا عشان الدين هيك بيحكي لنا ولا من ثقافتنا اقول لك شغله احنا عشان بلادنا يعني تبلت وكل كله عن الدين يعني الحقوق كل هذا الحكي كله على الدين ومش بس عشان دينك المفروض ان الحب خلص كان ديسابير او راح يروح لا كل واحد بحب الثاني على راسه مش عبيد اه صح يعني لما تعرف على واحد تسالي كيفك شو اخبارك من وين انت شو بتعمل بحياتك مش شو دينك شو دينك شو دينك انت انت شو دينك انت اصلا شو دينك الفكره اكشلي كثير سهله انه اي حدا يحب ويتجوز وهيك بس لما تدخلوا الدين وتدخلوا الاهل وايش بيفكروا الاهل بالدين وكيف بدهم هم اولادهم يفكروا يعني حدا ثاني خالص هم عارف الاهل دائما بيفكروا بالسلاله هي مش الام بتكون خايفه انه او الاب انه طيب اولادك ايش حيطلعوا مسيحيه ولا مسلمين بالضبط يعيشوا a very happy life يعني يكونوا مبسوطين بحياتهم ما يصير مشاكل مش ضروري اذا مسيحي ومسلم تجوزوا يعني خلص مشاكل وما حيتفقوا وايش الاولاد وكريسماس ولا عيد طب هاتوا كريسماس وهاتوا عيد وهاتوا عارفه هو انا حتى اصلا مع انه يدرسوا اكثر من دين جوا المدارس متذكره كيف كانوا انا مره رحت يعني كم سنه رحت على مدرسه مسيحيه كانوا يفرقونا بالحصص مثلا الدين انه المسيحيه المسلمين بيطلعوا والمسيحيه بيضلوا فانا ضد هاي الشغله بظن لازم اصلا الصغار يدرسوا اكثر من دين يعرفوا ايش يعني البوذيه ويعرفوا شو يعني exactly. وقتها بخف exactly. اللي هو هذا التطرف والخوشيه ما هو هي من ايام المدرسه بفرقونا مسيحيه بيروحوا حصه المسلمين بيروحوا حصه اوكي على طول الواحد بيستوعب من وانت صغير انه اوكي في فرق بيني وبينهم في من ايامها هلا بترجع للاهل انه الاهل يفتحوا للاولادهم انه يفتحوا عقلهم شوي